حتى شو قصتك عم تاكلي بشوارب الشوكولا الساعة 2 بالليل؟ معك حق بهالشي، ما بعرف صايرة عم بشتهي البشار بالشوكولا هالكم يوم. أنا يعني آخر مرة وقت حملت صرت اشتهي هيك شغلات بنص الليل. كنت عم أقول لحالي مثل ما بتعرفي زوجك بليد شوي بقصص الحب وما بيفهم بقصص الرومانسية بالمرة، بس هلأ صرت أفهم. لهيك كنت عم أقول لحالي نسافر كم يوم. شو رأيك نروح أنا وأنتي بشهر عسل لنقضي شوية وقت مع بعضنا؟ بشهر العسل ما حدا بيزعجنا. شو رأيك؟ خلص. مين هاد؟ مين اللي عم يزعجني بهالوقت يا ترى؟ المدرب. ايه أهلين؟ ليكي المصارعة بالأول بعدين شهر العسل. ايه ماشي. ألو، طلعت نتيجة تحليلك. أي ألف مبروك، أنت حامل. إمتى ما بدك، مو قصة. ماشي، شكراً دكتورة. ما بتعرفي قديش فرحتيني بهذا الخبر الحلو. ممنونتك دكتورة، شكراً كتير. مثل ما قلت لك من قبل، ايه؟ أنا بدي خبر مانميت بهذا الخبر الحلو أول شي. كيف رح خبرك؟ طبعاً رح أجي، اتفقنا. اسمع، اطلع هون، حطيت إطار للصور هون. حطيت صوري أنا وإنت وتركت الإطار يلي بالنص فاضي. ليش تركتي فاضي؟ لأنه هو رح يمتلي عن قريب. رح أعطيكي طريقة لحتى تمليه بسرعة، فيك تحطي صورتي وأنا عم صارع جواته. حطي الصورة اللي كنت عم أهزم منافسي فيها، رح تطلع كتير حلوة، حطيها بسرعة. يلا تعي. كنتي عم تقولي رح يتملى الإطار النصاني عن قريب، المعنى؟ عن جد؟ أنا رح شوف ولادكن عن قريب؟ أنتي أنتو من ميت؟ رح يجيكن ولد؟ حبيبتي لو تعرفي قديش مبسوطة بهالخبر. ألف مبروك، بتمنى تضلي بخير وسلامة بنتي. بقدر؟ آه.
بدي صرخ وسمي الكل انه منميت رح يجي ولد. بدي خبر كل العائله بهالخبر. لا بترجاكي ما تخبري حدا، مو هلا. ليش بترجاكي ما تخبري حدا مرت عمي؟ لانه بدي منميت يفكر حاله انه هو اول واحد عرف بهذا الموضوع. هيك لكان. مثل ما بدك بنتي. وقت الواحد يدور على شي شغلة على النت بيطلع له 100 خيار وبيخلوه يحتار بدل ما يساعدوه. بس يلا يلا. اسمع، انت اسمعي بالاول. دورت على النت لاختار بلد نروح عليها بشهر العسل وشفت كتير مناطق حلوة. حابب روح على مكان حلو كتير وما حدا راح عليه من قبل، بس ما بدي روح على مكان ماله مشهور ابدا، لانه اذا رحنا على مكان ماله مشهور بالمرة يمكن يطلع ماله حلو ويخرب شهر عسلنا، مو هيك؟ صح؟ ها؟ ماشي. اسمعني، كان بدي اقول لك شغلة مهمة. بصراحة انا عرفت هلا ليش عم حب اكل بوشار بالشوكولا بنص الليل هي الايام. وانا كمان عرفت ليش انت صايرة عم تشتهي البوشار بالشوكولا هي الايام، لانه الشوكولا بالبوشار طلعوا عن جد بجننوا مع بعض، ما بيقدر الواحد يشبع من هي الاكلة، لهيك انا بضلني اكلها. هلا بدي اياكي تعطيني رايك، اي بلد لازم نختار؟ طيب قلي شو هو جواب 1+1؟ سؤال صعب كتير، بس أنا متأكد إنه 2. ليش سألتي؟ إيه بس يعني بين الزلمة ومرته أوقات بيكون الجواب 3. وأوقات بيكون 4 و5 و6 و7 أو أي رقم تاني. طيب قليلي، متأكدة إنك أكلتي بوشار بالشوكولا بس؟ لا تكوني عم تاكلي شي تاني، شو هالتخبيص هاد؟ شو؟ بين الزلمة والمرأة 4 و5 و6؟ أنتِ شو عم تحكي؟ ما فهمت. أحياناً ما بعرف شو بتخبصي. ما بعرف شو عم شو عم يصير معه هاد. ميت؟ إيه؟ عن جد؟ أنتِ حامل هلأ؟ شو هاد؟ عن جد هاد أحلى خبر بسمعه، ألف مبروك. وأخيراً هي العائلة رح تفرح من جديد بهذا الخبر الحلو يلي سمعناه. طول عمرك عايشة مشان غيرك، بس هلأ لازم تديري بالك على حالك. تعالوا نحتفل بهالمناسبة. لا استنى. أنا قصدي إنه ما تخبر حدا، لأنه بدي هذا الخبر يضل بيناتنا هاي الفترة، لأنه لازم خبر منميت، بدي يفكر إنه هو أول واحد بيعرف. ماشي. ابني عقله ما بيستوعب، هو بده وقت ليفهم، هو كبير بس عقله صغير، بده وقت ليستوعب القصة. ما رح يفهم دغري، اسمعي لقلك، قولي له بشكل مباشر، قولي له إنك دايخة، وكمان معدتك قلبة شوي، وعم تحسي بلاية نفس مو طبيعية، إيه؟ وقولي له إنه جاي على بالك تاكلي ليمون وأكلات طعمتها حامضة، يمكن يفهم عليكي، ها؟ ايه.